السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. عزيزتي مشتركاتي الوفيات، إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة ومهنيين. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون خبز الدار طري وخفيف وبنين رائع. راح نحضره بمقادير مضبوطة وطريقة التحضير بزاف سهلة، وأكيد تبعوا الخطوات جيدا راح تتحصلوا على نتيجة أكثر من رائعة. راح نحضروا اليوم بالفرينة والسميد. على بركة الله نبدأ في الوصفة نتاعنا. نحتاج كيلة سميد متوسط، راح نزيد كيلة فرينة للإفادة فقط. هذه هي النوعية اللي نستعملها دائما سواء في المعجنات ولا في الحلويات، دائما تعطيني نتيجة رائعة. دائما السميد والفرينة لازم تصيروهم. هنا ملاحظة فقط، هذا هو لوبول اللي كيلت به المقادير. الحجم الصغير هذا الكيلة أعطت لي 2 قرصات، وإذا حبيتوا كمية كبيرة ضعفوا المقادير فقط ولا كبروا الكيلات تاعكم. راح نزيد الملح على حسب الحاجة، ونزيد ملعقة كبيرة سكر عادي، ونزيد ملعقة كبيرة خميرة الخبز. وإذا كنتوا في فصل بارد استعملوا 2 ملاعق كبار خميرة الخبز. راح نزيد جلجلان وسانوج، ونزيد ربع كاس زيت. راح نخلط المكونات هكذا، راح نخلطهم مليح. وبعدها راح نزيد كاس حليب دافي، ضروري يكون دافي، ونبدأ نجمع العجينة تاعي بماء دافي. إذن راح نكمل نعجن بلو بيترا. وبالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش يكملوا يعجنوا بيديهم عادي، في الوصفة تاعنا ماشي لازم نعجنوا بلو بيترا. اللي عندها تعجن بها واللي ما عندهاش تعجن بيديها عادي. نبدأ نعجن العجينة تاعي، في كل مرة نضيف الماء حتى نتحصل على عجينة جد جد طرية. لأن كل ما نعجن كل ما نزيد شوية تاع الماء. فقط العجينة تاعكم ما لازمش تكون ناشفة، لو كانت تكون ناشفة خبز الدار راح يجي ثقيل ومعجن. هنا بعد ما عجنت مليح راح نزيد نصف ملعقة كبيرة زبدة، ونكمل نعجن حتى تذوب هذيك الزبدة. وهنا سيبهم كما راكم تلاحظوا في القوام تاع العجينة راهو واضح وباين.
العجينة تاعي راح نغطيها بورق شفاف ونحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر، راح تخمر بسهولة في وقت قصير جدا. العجين تاعنا راهو خمر جام ما شاء الله، راح نحط شوية زيت فوق البلون دو ترافاي. راح نعجنها شوية فقط ماشي بزاف. صينية الفرن دهنتها بشوية تاع الزبدة ورشيتها بشوية فرينة، ايضا تقدروا تحطوا ورق الطهي كيما تحبوا. هنايا فقط كي نكمل راح نزيد نغطيهم بترشونة ونخليهم يزيدوا يخمروا للمرة الثانية. هنا بعد ما خمروا للمرة الثانية مباشرة راح نحلهم هكذا. راح نزيد نحل القرصة الثانية. راح نغطيهم ونزيد نخليهم يخمروا للمرة الثالثة والأخيرة. وهنا بعد ما خمروا للمرة الثالثة عندي حبة بيض وزدت لها شوية تاع الزيت فقط، خفقتها مليح وراح ندهن بها القرصة الأولى. وبعد ما تطيب القرصة الأولى نزيد ندهن القرصة الثانية وندخلها مباشرة تطيب. هنا البيض تقدروا تزيدوا له شوية قهوة ولا كيما موالفين عادي، أنا فقط هذه هي الطريقة اللي نستعملها دائما، البيض مع شوية زيت فقط. نبدأ ندهن القرصة الأولى بالطريقة هكذا. هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، لازم يسخن مليح. خبز الدار راح نطيبه في 190 درجة، راح نخليه حتى يطيب ويتحمر من التحت ومن الفوق ونحيه. وبالنسبة للأخوات للفرن تاعهم يطيب من التحت وحده ومن الفوق وحده عادي، شعلوا له من التحت وطيبوه، عندما يطيب يتحمر من التحت طفيه من التحت وعاودوا شعلوا له من الفوق وحمروه. كما راكم تلاحظوا خديت عود الأسنان وثقبت القرصة تاعي مليح ونبدا نرش شويه سانوج وجلجلان. هنا بعد ما نكمل القرصه الاولى راح ندخلها مباشره للفرن ونطيبها. وبالنسبه للقرصه الثانيه راح نعاود نغطيها بالترشونه ونخليها حتى تطيب القرصه الاولى، وندهن القرصه الثانيه بالبيض وندخلها للفرن ونطيبها. وفي الاخير خبز الدار تاعنا راهو طاب. بعد ما طاب وتحمر من التحت ومن الفوق كيما راكم تلاحظوا جا ما شاء الله هايل، راح نقسمه لكم. جا بزاف طري وخفيف، قطينا جا هايل رائع. وكيما لاحظتوا حضرناه بطريقه واضحه وسهله بزاف ومقادير بسيطه، فقط تبعوا الخطوات جيدا راح تتحصلوا على نتيجة أكثر من رائعة. واللي راح تجربوا نقولها بالصحة والهنا، واللي مازال ما اشتركش في القناة ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو مع لزامي تاعكم للاستفادة. عزيزتي مشتركاتي الوفيات، نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، نتهلاو في رواحتكم في أمان الله.